مفيش حد يبغى يعيش معاك. انت عارف ليه يا محمد؟ ليه يا عزوز؟ لان انت وحش. انا كاريزما يا عزوز والله. كاريزما مين؟ والله بس انا بس انت كاريزما. بتعمل عيد ميلاد ليه؟ انا غلطان، مش هعمل عيد ميلاد تاني. اعمل عيد ميلاد يا محمد، وانت اخويا يا محمد. يا عم على راسي. اوكي يعني اوكي يا فيصل. يعني يا محمد اوكي يا فيصل. انت راجل صح، وبقوتك راجل يا محمد حبيبي. بس انت مش راضي. ليه ليه تستعمل الراجل ده؟ يعني انت دخلك راجل حلو، انت مش عاوز تستخدم الراجل ده. انا مستخدمه عشان كده طلعت مع عزوز. واو. لا لا يا محمد، انت لما دخلت معايا صرت راجل. بس قبل لا 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 لا, لا. انا راجل قبل ما ادخل وبعد ما ادخل. انت تغلط فيه للزلمه. كفو عليك يا محمد. لا انت راجل يا محمد. بس انا بهزر معاك، بهزر معاك. لا انت كده جبت العيد خالص. لا بهزر معاك، بهزر معاك. ما بتزعل مني يا محمد؟ محمد راجل قبل ما يدخل ولما دخل معاك زاد رجوله. نقول كده معقول؟ انا اديتك درع الرجوله، تستاهل. دور درع يعني ده وسام. نمزح يعني معاك من هزر يعني يا محمد. يا محمد بنمزح معاك يا محمد. انت راجل من قبل كده. يعني انت يعني انت يعني شك بنفسك؟ لا لا طبعا. ماشيها ما تدي حاجة. يعني انت ما ضفتنيش يعني يا عزوز؟ ده احلى فولو الاحلى محمد اللي كان بيعمل عيد ميلاده ليلة امبارح وهو يعني حاسس بوجع. محمد انت حاسس بوجع؟ لا طبعا مش حاسس بوجع، بس الوحده يا عزوزه. انا قاعد لوحدي. بس انت يا محمد لما عملت عيد ميلادك. بس انت لسه ما ضفتنيش، كمل. ده احلى فولو لمحمد اللي عمل عيد ميلاده اول امبارح. طيب يا محمد انت لسه ما ضفتنيش برضه. طيب يلا احلى فولو. المره دي صحيح الثالثه ثابته يا راجل والله.